اول غموس هبدأ بيه هو غموس البصل المكرمل. عندي كمية من البصل هنا متقطعة شرايح رفيعة جدا جدا، و يعني لو احنا عندنا بصل احمر كان يبقى احسن كمان في الوصفة دي بالذات. جبنة كريمي، كوباية من الكريمة الحامضة او الساور كريم، بصل اخضر او تشايفز او اي حاجة خضراء انتوا بتحبوا طعمها، ملح وفلفل، رشة سكر، زعتر فريش. هنعمل ايه؟ انا مسخنة الوك كويس قوي وهي كده زمانها سخنت مظبوط، فاحنا هنحط معلقة زيت واحدة عشان بس الزبدة ما تتحرقش. هحط الزبدة وانا عايزة كمية كبيرة من الزبدة، وهسيب دول عشان هيبقوا فريش في الاخر. هحط رشة ملح، ننزل البصل وانا بنزله زي ما انتم شايفين كده، بحاول بس ايه افكه شوية من بعض عشان انا مش عايزاه ماسك في بعضه. عادة انا ما بحطش مية لكن برضو ايه احب اشوف. دلوقتي هحط رشة السكر، ودي تقريبا معلقة كبيرة من السكر. انا عايزاكم تشوفوا البصل بدأ يبقى عامل ازاي. البصل بدأ يبقى ترانسبيرنت شوية وواخد شوية لون من الزبدة، وبدأ يبقى طري خالص. بصوا عامل ازاي، بدأ يبقى طري خالص. هي دي المرحلة اللي انا هبتدي احط فيها الزعتر، رشة فلفل اسود بسيطة، وحوطي. ليه؟ عشان ما يبتديش بقى يتحمر، يبتدي خلاص هو نزل المية بتاعته يبتدي يشربها ويبتدي يتحمر. انا مش عايزة النتيجة دي. الساور كريم، الجبنة الكريمي، التشايفز او البصل الاخضر، زعتر فريش، رشة ملح، رشة فلفل، وقلب كويس. وطبعا الكريمة والجبنة لما يكونوا في درجة حرارة الغرفة زي ما انتوا شايفين كده، مش محتاجين ولا كبة ولا ويسك. هنا زي ما انتوا شايفين كده البصل اخد لون لطيف جدا، فاضل لي فيه نقول دقيقتين بس لحد ما يبقى ايه اللون اغمق حاجة بسيطة، وهننزله على المقدار اللي احنا كنا مجهزينه اللي هو الساور كريم والكريم تشيز، عليهم البصل الاخضر، الزعتر، الملح والفلفل.